السلام عليكم والصلاة والسلام على من يطيب بذكره الكلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأهلا بكم متابعينا الأعزاء. ثمرة الباذنجان إنها ثمرة البسطاء، الثمرة عظيمة الفوائد، والتي يتم إعدادها بعدة طرق مثل القلي والشوي والسليق والتخليل، إلا أن أخصائي الأغذية قد أشاروا إلى ضرر بالغ يصيب صحتنا بسبب الزيوت المغلية وبسبب إدخال كمية من الدهون والزيوت إلى الجسم، فتضر الصحة ضررا بالغا، فينصحون بعدم تناول الباذنجان بطريقة القلي للحفاظ على الصحة. وتتميز ثمرة الباذنجان بغناها بمضادات الأكسدة القوية والتي تحمي خلايا الجسم من التلف وتقي الجسم من أمراض القلب والسرطان. وهل تعلم عزيزي المتابع أنه عند تناولك للباذنجان المشوي بانتظام لمدة شهر سيحسن ذلك من وظائف قلبك بصورة ممتازة جدا، والباذنجان يخفض بصورة فعالة أيضا مخاطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويقلل بصورة فعالة من مستوى الدهون LDL منخفضة الكثافة الضارة جدا لصحتنا، وأيضا الدهون الثلاثية الضارة جدا بصحتنا. والباذنجان عزيزي المتابع غني جدا بالحديد، لذا يوصف من قبل الأطباء لمن يصاب بفقر الدم، ويستطيع الباذنجان أن يضبط مستوى السكر بالدم لاحتوائه على كمية عالية من الألياف التي تذوب في الماء والتي تؤدي إلى بطء امتصاص السكر، وتساعد على إفراز الأنسولين الذي يخفض سكر الدم. ويساعد الباذنجان في الوقاية من التقلصات، ومن معجزات الخالق في الباذنجان أنه يحتوي على المركب الذي يسبب موت الخلايا السرطانية ويكافح بقوة سرطان الجلد. وإن أعجبكم الفيديو فضلا ادعمونا بالاشتراك في القناة مع الضغط على علامة الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.